¡Buenos días! ¡No! صباح الخير. تعمل لا خمسة. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. عقوبة اللي يكون عندنا هنا في الفيديو إذا هدرنا في الإسبانيو، لو إذا هدرنا في الإنجليزي خصنا نهضرو في العربية. دابا الفيديو اليوم غنهضروا على الدارجه، ولكن ما تخافوش حيت هانتوما كتشوفوا راه تحيت كلشي مكتوب في اسبانيول، الناس ما كيفهموش هي الدارجه. وطبعا هذا الفيديو غنقوز النهار كامل معكم كنهضروا بالعربيه، غنقول لكم شنو غنعملوا اليوم. حنا عملنا واحد التحدي فيه واحد الشرط، غنهضروا اليوم نهار كامل بالدارجه، والا هضرنا بشي كلمه في اسبانيول ولا لونغلي عندنا واحد العقوبه، وخصنا نعملوا كيفاش كيقولوها هذه بالعربيه. خصك تعرفها. تراكسيون تراكسيون تراكسيون. علاش غنعملوا هاد التحدي؟ تراكسيون كنا فرونسي هاد المرا تراكسيونيش. لا ولكن بالعربية تراكسيوني، حنا في طاجا كنقولو تراكسيوني. تراكسيوني زعما فيريا تراكسيوني بحال اخر. ربي هاد البلوك مرة الله يجعل هاد البلوك بخير. علاش غنعملوا هاد التحدي؟ حيتاش حنايا تربينا في اسبانيا وهي خلقت اسبانيا، ولهذا اللغة ديالنا يعني اللغة الأم ديالنا هي اسبانيولا. ملي كنهضرو العربية، العربية ما كتخرجش شي سهلة كيما كان فيرداوس باغا تعمل بلوكس بالعربية. إلا عطيه الغمرة ديالو في الكمامة رجعت لي حمرا. توما لا 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 خمسة خمسة الواحد. أنا قلت أوستياس. أنا قلت توما. أنا قلت توما ولكن أنا قلت أوستياس. خمسة الواحد. التحدي أصعب من واحد، وغنمشيو ناكلو على برا ونهضرو. ويلا يلا عمل تراكسيون، يلا عمل تراكسيون. ضروري زعما. ضروري هذا تحدي. بسم الله. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. ورا بالك. نوباتك. دابا نعدل لك كريب يا البنات. عمل تراكسيون فين كريب يلا. ضروري زعما. ضروري. هاد مرة تعلمت هضر اسبانيولا. تينا مغربية. يلا زيد. مغرب في الدم وانا مغربي مغربي. لا ما تضيع الوقت. عمل. يلا بسم الله. يلا. واحد. جوج. ثلاثة. اوف. زيد. يلا خمسة زد. شو الحلاوة هذا التحدي؟ هي دابا في الدار نعملوا التراكسيون، ولكن حنا نخرجوا نتغداو على برا، غنكونوا في الريستورا، واللي يهضر باسبانيولا غيعمل تراكسيونيس قدام الناس، يا اما في الزنقه يا اما في الريستورا اللي كان. ولكن على ذاك الشيء حنا غنمشيو لواحد ريستورون مغربي باش نقدروا نهضروا بالدارجه، حيتاش هذا هو التحدي ديالنا اليوم، غنهضروا نهار كامل 24 سوية بالعربية. بارك الله. اش عندها مسكينه هاد بغرينا؟ اش عندها مسكينه؟ اش عندها؟ محروقه بوري. لا وحمرتها بالعالي باش ما تبقاش شي خضره من داخل. المهم هذا هو الفطور اللي عندنا مفضل اليوم الحد، حيتاش كنكونوا مرتاحين ومعكازين باش نطيبوا البيضات وداك الشيء. حنا ما عندناش مع داك الشيء نهار الحد، كنعملوا تي داك الشيء دي باناج دغيا وبيت بيت صافي. المهم على سالي الفطور ديالنا ان شاء الله، غنجمعوا الدار نعملوا التصوير داك الشغل كامل اللي كيكون في الحد، وغنمشيو نتغداو في واحد الريستورون حلال اللي عندنا هنايا في مدريد ان شاء الله. اش عندنا كلو؟ اش عندنا كلو؟ شنو نسايا؟ شنو نسايا في هذا الحد؟ شهيا الكمبا وكالامار. شي فريتوره واعره ياك. ماما دابا غنتمتعوا بهاد الكريب هادي ما شاء الله. او مشينا مشينا الخوت. كما كتشوفوا هذا هو الواقع ديالكم. نص ساعة وانا كنتسنى باش هاد المرة توجد راسها، وباقا في التواليت باقا كتعدل راسها على الحجاب عندنا، وكتجي عندي كتقول لي هاد الحجاب واش مزيان اختار معايا، وانا اختارت راسي انا. ها ملي كتكون راجل كتسمع العين قميجة بيضاء، عندي شي خمسة قميجات بالبويض صالوا الكحل وزيد مع الدرب هما لا عندهم 100 شيلان 100 كسوة راح يحفظوا صافي. ولا مرة واجدة ولا؟ واجدة. ساعة وانا كنسمع وجهه الله يرحمك. شكرا جزيلا. انا عليك شوف
الشاي 40 دقيقة وانا كنتسنى. وشكون اللي عمل لك بلانتا ديك الميتة؟ شكون اللي عمل لك بلانتا؟ شكون؟ اجي لهنا خذ واقع. زغرتو هنايا يلا زيد ليتس جو. واخيرا خرجنا من ديك الدار. دابا علين الاربعه خرجت من يحيى يعني وعليني عرق الدم اليوم. ساعه ونص كنا نخرجوا في الجوج خرجنا في 3 ونص. ولا عندك الشغل وديك الشيء مستحيل تخرج في واحد الساعه ضروري تجمع الدار كوزينه. انا مفتونه. انا بقيت 29 دقائق كنعدل راسي يعني 20 دقائق. خالتي اللي ساكنين في المانيا كيهضروا ديك العربيه تاع ان في 20 دقائق 22 فهاد ما يقولوا 22 22 قلت 20 دقائق. قول لهم علاش كنعملوا فيديو في العربيه. الدارجه ديالنا ماشي متلوقه حتى لديك الدرجه اللي كنهضروا بها مزيان وواضحين. انا كنعرف نهضر مزيان الدارجه. يحيى كيعرف يهضر سوبر ولكن انا عندي ديك الصعوبيه في التعبر. ما كنعرفش نعبر مزيان ودائما فيما كنهضر مع ماما ولا مع ماما كنخن نعوج ونعجن في ديك الدارجه مسكينه حتى كنتعدى عليها. كنخشي اسبانيولا ولا هذا. عملنا هذا الفيديو بس ان شاء الله بشويه تبقاو تشجعونا باش نعملوا فيديوز بالدارجه. ولهذا كنطلبوا لكم في الكومنتير تكتبوا لنا شمن عقوبه عندكم بالنسبه لنا عندكم مزيانه. دابا ان شاء الله كنوعدكم راه مره في السيمانه ضروري غيكون شي بلوك بالدارجه وباش اللي ما كتفهموش يعاود الدارجه. غنخليو دائما صوتي تخص باش تفهموا كاملين يعني ضروري تفهموا كاملين بكم حيت كيبقى فينا الحال ملي كنعملوا شي فيديو باسبانيول اللي ما كيفهمش اسبانيول كيتعصب. ملي كنعملوا فيديو بالدارجه اللي ما كيفهمش الدارجه كيتعصب. ولا داكشي باش ما نبقاوش نحمقوا لكم الدماغ ديالكم نعملوا بجوج يعني حتى باش ما تحمقوا الناس. احنا مغاربه في الاخر والله الا عندنا مغاربه عزازين عزازي بزاف الحمد لله. كيكتبوا لها بزاف الناس بزاف ما شاء الله. واو ان شاء الله كنتمناو شويه بشويه نبقاو نتعلموا اكثر منكم وتمنى وايضا نبقاو نكبروا بزاف هذا الشانيل ان شاء الله وتكبروا معنا. يا دابا تشرح لنا شنو نعملوا وفين غنمشيو ان شاء الله. يلا المهم بلان ديالنا النهار الاحد هو غنمشيو دابا نتغداو واحد ريستوران مغربي هنايا في مدريد. واعر عنده داكشي ديال الفريتورا الحوت باستيلا كسكسو كلشي يعني. انا عندي ريستوران مفضل اسمه ريستوران كاندينسكي اللي بغا يمشي له هنايا في مدريد في فولا برادا. ناكلو ندوزو العشيه تما وديك الساعه غنمشيو نتاخر واحد صخرة خصنا ضروري. حنا عندنا ضروري السبت والحد ضروري نتحرك اما تبقى في الدار ولا هي الواحد كيتغندف الجواج ديالك يرجع كتغندف مع راسك شويه سينا ما كتعيقش به. دابا انا نقطع هذا الفيديو باش نسقس شنو هي كيتغندف. الصراحه انا كيعجبني بزاف ملي كيكون شي ريستورون ولا شي حاجه حلال هنايا في اسبانيا حيت حنا ما مولفين شي يكونوا ريستورون تاع حلال هنايا. كيفاش ما عرفتو ملي كنا في تركيا كنا كنعطيو قاتلان ريستورون حيت الماكله كانت كامله حلال كنا كنقدروا ناكلوها. ولكن هنايا باش شي بحال فشي مدينه بحال دابا برشلونه عندها بزاف ديال الريستورانات حلال تبارك الله تما بزاف ديال الاخوات والاخوان تما بداو ما شاء الله. المهم الريستوران عملوا محل ديالو يعني كاين بزاف ديال الحاجات حلال هنا في مدريد صعيبه عندنا والو. وملي كتجبر شي حاجه كيكون كيباب وملي كتكون شي حاجه واعره كتكون في الصوف ديال مدريد فين كيكون مستحيل تجبر فين تخب فين تباركي الطوموبيله ولا كيكون بعد لا والغلا صراحه والغلا غاليين بزاف يعني ما نقدروش على شي ماكله غاليه بزاف. وملي تعرفنا على هذا الريستورانت يحيى مشى هذيك النهار مع خاه وقال لي عجبو الحال تما وان شاء الله نعم شي نجرب معاه اليوم. شوف مراس العاد الناس صراحه مزيانين الحمد لله. لا رخيص ونقي يعني حنا خصنا نخرجوا دابا ما بقيناش ماشي عندي دابا مراتي نمشي شيشه داكشي اللي كنت غنقول حنا خصنا اجواء عائلي يعني شي مطعم فين نقدروا نحسوا براسنا محترمين والمطعم يكون محترم. ولهذا غنجربوا ان شاء الله هذا الريستورانت ونشوفوا الا يكون مزيان. شحال هادي ما مشيناش مدريد ملي شو ملي جينا من السفر ديالنا شهر العسل ديالنا جينا في الاخر شهر واحد ما خرجناش ناكلوا على برا لا والو ما خرجناش هذه اول مره تبصح واحد حاجه مهمه شحال ما سكسفنا تبصح شتو اللي ما عدلنا وتبارك الله بالنا ولهذا نصيحه الدراري وهاد الدريات اذا كنتي بالكوب كاين شي كوب اللي كينساو راسهم ما كيعدلوش حالتهم مع عمر ما كيخرجوا وعاد عيقنا انا وياها انا وفردوس كنا كنهضروا قلنا شحال ما سكسفنا شحال ما وملي كتسكسف كتبان لا كتحس براسك مزيان. احنا وصلنا للريستورون اللي احنا فيه دابا عامر بزاف حيت اليوم الحد ودابا طلبنا واحد الشلاطه هايدا ديال الخضيره. هي مشى للطواليت هو ماشي دابا خصو يغسل يدو باش يتغدى مزيان ان شاء الله. عجبني بزاف هذا الريستورون حيت عندهم واحد البيوتا هنايا
المهم بحال اللي كتشوفوا تما عندهم ديك بيوتها هذيك غير سيرفيس العائلات اللي كيجيو باش يكونوا يعني مبعدين على الناس وديك الشيء. وصراحه عجبني الحل شفت ديك البيوتا هيدا ان شاء الله نجيب الوالدين ديالي يجيو يتغداوني معنا شي نهار. المهم دابا ان شاء الله غير نجي يحيى نعاود لكم كيفاش ماشيين. تغدينا مع عاطين بزاف اليوم دابا علي الخمسة العشية الخمسة وحنا باقي عاد كنتغداو دابا. المهم انتما كتشوفوا البلان ديال الحاج كيكون دائما تشيل ترونكيل يعني ماشي مزير بزاف. محايح حنا هنايا المغاربة والله الا محايح تبداعي فوق كنصداع بزاف اخوتي ولكن الجو رائع كيعجبنا الجو والله الا توحشنا الجو حيت كاين غير المغاربة هنايا ما نوريكمش الناس حيت جالسين ميسا ديالهم هذا ما نوريهمش ولكن كاين الجو كاين الناس مغاربة بحال اللي حنا في المغرب ولهذا حنايا هاد بيستاس شو باقي بحال هنايا. ملي جينا جبرنا في ميسا ديالنا هاد الورقة مكتوبة فيها نوسترو خمسة تراكسيونيست وغتعملو هنايا ولا واه في الزنقة منين خرجو الزنقة المهم مكتوب اسم ديالي ودي يحيى في انستغرام ومكتوبة مرحبا بكم اسبانيولا ما نقراهاش عندي كي يقولوا نعمل شي خمسة تاكسيون اخرى. المهم انا بحال اللي قلت لكم الجو واعر بزاف انا هضرت لكم لديك البيوت عجبوني بزاف حيت عندهم واحد الجو عائلي ومحترم ولا بغى شي واحد يكون شي امبيونس هيدا بخيفه شويه مع العائله وديك الشيء من الاحسن يجي هيدا يعمل غير سيغاسيون ديك البيت. المهم دابا جابوا لنا الفريتوره اللي كنا كنتمناو كنا موحشين بهذا الشيء بزاف. اذا جينا نخرجوا على برا ناكلوا هذا الشيء اذا قلنا ناكلوا ما كنجيش ناكل الباستا ولا سباغيتي في شي ريستوران وديك الساعه ناكل في الدار خني شي حاجه هايده اولا شي حاجه المهم طاوشه ناكلو ياك يلا السلام عليكم. يمكن الماكله اللي شفتو كانت واعره يمكن المعامله اللي شفتو ديال الناس كانت واعره اكثر ولكن احسن حاجه هي هاد واحد الجامع صغيره في وسط الريستوران فين تقدروا تصليوا في ما مشيتوا اي ساعه مشيتوا ولا بغيتوا تصليوا الظهر العصر ولا المغرب ولا العشاء تقدروا تدخلوا تعملوا الوضوء ديالكم في البانيو وتمشيو تصليوا تما الصلاه ديالكم. ما شاء الله كيعجبني بزاف هذه الفكره حيتاش كنقدروا من تعطلوش على الصلاه ديالنا ولا نمشيو حنا نضروا نجمعوا يعني في اي وقت توقيت بغيتوا تمشيو ان شاء الله تقدروا تصليوا الصلاه ديالكم تما. شنو قلتي شنو لا حصلتي حصلتي حنا قلنا نهار كامل بالعربيه ما شفتي الكاميرا علاش كتهضر تراكسيونيس خرج شتا كطيح دابا حنا في الزنقه خرج شتا كطيح يحيى خرج يلا خرج تحت يلا اللي ما خرج تسحب لها كنلعبوا ولا هذا ولا ما سحبتيش خرج تراكسيونيس ما كيمنيش بقى كنا يلا زيد عمل تراكسيونيس عمل تراكسيونيس يلا عمل تراكسيونيس عمل سنتافيجا درتي في اسبانيا يلا انا عمل تراكسيونيس عمل سنتافيجا زيد يلا واحد جوز ثلاثة أربعة خمسة وزيد خمسة أخرى ما عقلاش في الريستورا شنو قلتي في اسبانيولا زيد خمسة أخرى يلا زيد يلا كل ما تعد واحد جوج ثلاثة راه الناس تما مور الكاميرا كاين الناس دايزين وكيشوفوها بحال شي حمقى زيد ثلاثة أربعة ليش انت يا ساتينا يلا برافو عليك ماشي بحالك كي جاتك التحصيلة كي جاتك مني حصلتك ها وملي درتي مع كاميرا بالاسبانيولا شنو ايه هذا الكاميرا هو كيدير ريفي كيدير شي العربي المهم شنو نعملوا دابا النهار كيفاش كما يقول هو تجاوي نو صراحة نو هي فرنسية قلتي نو يلا نخرج قال نو
واحد جوج ثلاثة بوليس بوليس شفتم الله يلا خرج 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 كلمة أخرى إسبانيولا يلا خرج بديش كنت سانس كان على العربية والله إلا بديش كنت سانس قول أن راسك الخاوة أنا بقى كنتلاق شوية كل لسانة ما عارف شنو نعملو دابا غنوجدو الحوايج والماكلة ديال الغدا أنا كيعجبني بحال دابا الحد نوجد الغدا الغدا باش ملي كنمشي للخدمة كنجبر واجد إذا نمشيو للدار نمشيو للدار حنا وصلنا للدار جمعنا شوية الدار ودابا باقي لي التوين نطويه إن شاء الله إذا جاتو ما كتعرفو الحد كنعمل فيه لاكولادا كولادا بينا كولادا يلا دابا تراكسيونيس اسمردا دا سي فري سي با فري شو خوت لا صعيبه نهضر لهاد الكلمه العربيه اليوم نهار كامل انا كنحشي سبانيا بعيده ما نوريكم الدار ما هي الصاله انا الصراحه ما قدرش نط حتى ديك الصراحه اللهم بارك ديك الحوت قدات عليا واقف هي ديك الصراحه سبحان الله ملي كتاكل بزاف فوق القياس كتدوخ هادو كوادروس تاتم من صاحب تاع فيردوس اخرى ان موروكو ذيس از اور نورث فيس يقول لك في موروكو هادي هي النورث فيس ديالنا شوفوا شوفوا اذا كنتو كتعرفوا هادي ذيس از اور شانل مديني وشوفوا هادي هادي الكوتشي ديالنا المغرب هادي هي السخره اللي قلنا لكم شرينا اليوم باش نعملوا واحد الفيديو عارف في الانستغرام عاد تشوفوا ان شاء الله بهاد السيمانه شفنا شي استاذ الشري تقول لك راه عاجي عندنا العائله كامله واحد جا عندنا حيتاش عايشين بعادين شويه كما كتشوفوا هنا عندنا الديكور ديال بولدان اللي سافرنا ليهم لا شنو هذا الفيل هذاك الفيل يشاولي فنان ريتاش ولاد اختي ما شاء الله كنموت عليهم هذاك شينا في تركيا هذاك حرب بخور تما عندنا واحد ديكور توا هنا في البانيا واحد المرايا من رومانيا واحد ديكور شنو هنا يحيى من كوالالمبور ماليزيا واحد ديكور ديال تايلاند شنو يحيى اسمه توك توك ديك الكوادرو علاتو لنا تبارك الله ما شاء الله عليها هنا ارت 22 وهذا الكوادرو عادلو كاليغرافيا عربي ما شاء الله عليه وتبارك الله وديك شي متقون واحد جوج شوف 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 كتحشي بشي شوف واه واستا سبعة ثمانية اي 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 درات شوطيس اي اشي يسوف يلا عمل واحدة واحدة اذا عملتي واحدة نعرفك جديدة نشوف اتجوز موه الفيديو ولا عندكم اي موضوع اي تحدي اي موضوع خصكم هضروا عليه كتبوها لنا في الكومنتير حيتاش بغينا نزيدو نعملو فيديوز بزاف بالدارجه حيتاش حنا فخورين وفرحانين من البلاد ديالنا واللغه ديالنا ولا داكشي كنطلبوا لكم تعاونونا وتشجعونا ودمعونا بزاف في يوتيوب في انستغرام نخليكم على خير وتصبحوا على خير ولا عجبك هذا الفيديو ما تنساش تمنى جيم بارطاجيه مع الناس ديالك وعملنا سبسكرايب غنتلاقاو في الفيديو المقابل